الكرام، لا زالت اشواطنا متواصله شوطا يليه شوط وانطلاقه الشوط العاشر في مجمل الاشواط وشوطنا الخامس للقعدان المفريد ومن مسافه الالف والميتين متر. اذا دراجه رصدت للفايز مع المركز الاول مقدمه من الفعال عبيد بن سلمان الدوسري، ولا جزيل الشكر من يدعم هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. إذا مقدمة الشوط وصدارة الشوط، الصدارة والمقدمة مع جودان على الصدارة مع شعار عيد بن عطله الجهني مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. المركز الثاني لحظات ونتعرف على المركز الثاني، ثاني المراكز وثاني التحدي القدوم في هذه اللحظات. وصل شعار عبد الله بن حسن الحربي، خالد بن حسن الحربي قادم مع شاهين على المركز الثاني، والمركز الثالث القدوم من شعار متعب بن عويض العتيبي مع جزيل، ولكن شعار مشبب بن محمد القحطاني. ولكن اعود للصدارة، اعود مع جودان. الله يا جودان، انطلق جودان وانطلق شعار عيد بن عطله الجهني يبحث على النقطة الثالثة في هذا اليوم. واسعد الله صباحك والانفراد الكلي. اذا تهانينا والناموس لسيد عيد بن عطله الجهني مع النقطة الثانية. واسعد الله صباحك يا ابو نايف، وهاترك الشوط الثالث. تهانينا والناموس. المركز الثاني، ثاني المراكز عبد الله بن حسن الحربي المركز الثالث، فلاح بن محمد القحطاني المركز الرابع، حماد بن بركه الجاني المركز الخامس. خامس المراكز متعب بن عويض العتيبي مع جزيل. اذا تهانينا والناموس على فوز، على فوز جودان عيد بن عطله الجهني. دقيقه 44 ثانيه و39 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.